القضية الفلسطينية تعيش أصعب وأعقد وأعتى مراحلها. طبعا هي مرت على مدى العقود الماضية بمحطات صعبة جدا، ولكن الخذلان العربي الحالي يعني لم يصل إلى هذا المستوى علنا، ربما سرا كان موجودا تحت الطاولة، كان موجودا ولكن بهذه العلنية. كيف تقرؤون هذا الوضع؟ وهل أنتم بحكم معرفتكم بالإخوة في فلسطين، بالمقاومة الفلسطينية بشكل أساسي، هل أنتم مطمئنون لقدراتهم في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي يمكن أن تشتد وتصبح أعتى في المرحلة المقبلة في ظل وجود غطاء عربي أو شبه عربي؟ في جزئين بالحديث. الجزء الأول له علاقة بالخذلان العربي، واللي بعدين بده يوصلنا إلى حديث تطبيعي. نعم. أنا شخصيا مش متفاجئ بالخذلان العربي. أولا الخذلان العربي موجود من قديم، كل ما هنالك خلال عشرات السنين الأنظمة العربية كانوا عم بيبيعوا الفلسطينيين حكي، بس بالواقع ما في شيء. بالواقع كله أغلبه فاتح مع الإسرائيلي وبايع الأمريكان بالأعم الأغلب. يعني اليوم مثلا لما بيجي بينقال أنه والله التطبيع بين البحرين والعدو الإسرائيلي، بيطلعوا وزراء في حكومة نتنياهو بيقولوا ما أصلا نحن عنا علاقة من 20 سنة، ونحن من 10 سنين فاتحين مركز الفلاني في المنامة. قصة قديمة يعني، العلاقة بين البحرين وإسرائيل. أما العلاقة بين دولة الإمارات، دولة الإمارات من جماعة رايحين جايين على الإمارات يعني، وعلى المساجد وتصوروا، هذا مسؤول الموساد ووزير الخارجية ووزيرة الثقافة والسياحة وكذا. فمثلا الآن أنه والله المغرب، أنه عم علاقة المغرب يعني الحكومة السلطة والنظام في المغرب هي علاقة قديمة جدا يعني. الذي يجري الآن، أنت فيك الأمر يختلف الزاوية التي تنظر منها إلى الأمر. ممكن من زاوية تراه مشهدا سوداويا، من زاوية أخرى تراه مشهدا طبيعيا، بل يمكن أن تبني عليه بالإيجابية. أنا بقول لك كيف. طيب من زاوية أنه أوف العرب رايحين على التطبيع ويعملوا علاقات مع إسرائيل، وهذا في خسارة لمحور المقاومة وخسارة للشعب الفلسطيني. هاي من هذه الزاوية. من الزاوية اللي نحن نتطلع فيها أنه لا، أنه سوق الكذب خلص، سوق النفاق استنفد، الأقنعة أقنعة الخداع سقطت، الصفوف تتمايز، الطيبون والطيبات، المخلصون والمخلصات، الصادقون والصادقات، المؤمنون والمؤمنات، أهل الحق وأهل جبهة الحق يتميزون، والمنافقون يخرجون من الصفوف. الذي حصل نحن شايفينه من هالزاوية هو إعلان عن الحقيقة الواقعية المخفية خلال 10 سنوات، 10 سنين لهذه الأنظمة العربية، وخلصنا. ما الله بنا ما زادوكم إلا خبالا. الحمد لله طلعوا خلاص. نحن أنا بعتبر أكثر من هيك، أنا بعتبر من علامات الإيجابية، من علامات النصر لما الصفوف بتتمايز، معناتها نحن نقترب من الانتصار الكبير لما الصفوف بتتمايز. ما الله سبحانه وتعالى هاي سنن وقوانينه الحاكمة في التاريخ والمجتمعات. أيمتى بيعطي نصر؟ بعد ما نخوض كل التجارب، امتحانات وابتلاءات وصعوبات، ناس بتسقط، ناس بتنهار، ناس بتنسحب، ناس بتستسلم، ناس بتخون، ناس بتكمل. الله سبحانه وتعالى ما بيعطي النصر لخليط، بيعطي النصر لأهله، للأنقياء الأصفياء الواضحين مخلصين. اللي عم بيصير هلأ من وجهة نظري أنا، وجهة نظرنا يعني أنا وكتار بالمحور، نحن بنعتبر بالعكس هذه علامة ممتازة جدا، علامة إيجابية. الذي كنا نقوله قبل سنوات أن هذه أنظمة لا يمكن الرهان عليها، وهي في تحت الطاولة، هي مع أمريكا وهي مع إسرائيل، وفلسطين لا تعني لها شيئا، هلا ما عادش في داعي نقوله، هم عم بيقولوا. نقطة أخرى في هذا السياق أريد أن أقولها، شوف الآن بعض الأنظمة العربية عم تتحجج بإيران، وأنه المقصود هو تجميد الصراع مع العدو الإسرائيلي لأنه في أولوية لإيران.
أنا أريد أن أقول للشعوب العربية والإسلامية وخصوصا للشعب الفلسطيني، إيران هي مجرد حجة. هؤلاء منذ اليوم الأول من عشرات السنين، هذه الأنظمة عندما كان ولاؤها للأمريكي وفاتح علاقات مع الإسرائيلي، هي باعت فلسطين وخلصت. فلسطين عبء عليهم، هم يريدون أن يتخلصوا من هذا العبء. كان لديهم مشكلة اسمها الشعوب العربية والإسلامية، يعني الشعوب العربية والإسلامية قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة ما كانت يمكن أن تتحمل خطوات تطبيعية من هذا النوع. كانوا يحتاجون إلى الوقت ليدجنوا هذه الشعوب، ليستنزفوها، ليتعبوها، لينهكوها، وأيضا بحاجة إلى الأعداء المفترضين. طيب الأنظمة العربية خصوصا مثل السعودية وأمثالها تنفق مليارات دولارات وتستنفر كل مجاهدي العالم لمواجهة السوفييت في أفغانستان، لكن ماذا فعلت لفلسطين؟ راحوا عملوا معركة بأفغانستان، هلا بمعزل عن طبيعة تلك المعركة. دائما هم يخترعون عدو، بالنسبة لهم إيران هم عم يخترعوها عدو، عم يتحججوا فيها، لكن هم في الحقيقة فلسطين عبء على هؤلاء الزعماء وهذه الأنظمة ويريدون تخلص منها، بيحتجوا بإيران وغير إيران. وبيجوا بيحتجوا أنه والله بيوم الأيام الفلسطينيين وقفوا مع الدولة الفلانية ضد الدولة الفلانية وتدخلوا بالشأن الداخلي الفلاني. حتى لو ارتكب الفلسطينيون أخطاء من هذا النوع، هذا لا يبرر لأي نظام على الإطلاق ولأي أحد في العالم العربي والإسلامي على الإطلاق أن يتخلى عن فلسطين ويبيعها لليهود والصهاينة، حتى لو غلط كل الفلسطينيين مو فصيل فلسطيني. طيب إذن هذا مسار. في هذا المسار هلا بنحكي بعدين أكثر لما نسأل لموضوع التطبيع، نحن مش شايفينه سلبي، نحن شايفينه سقوط أقنعة. هل أنتم